السلام عليكم. بعد معارك عنيفة أعلن الجيش الوطني سيطرته على مديرية الوازعية غرب مدينة تعز. وفي تصريح لمدير مديرية الوازعية أحمد الظرافي قال إن قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف قامت بتأمين المناطق كافة في المديرية والقضاء على الجيوب التابعة للميليشيا الانقلابية التي فرت باتجاه مقبنة وهجدة غرب مدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن ميليشيا الحوثي فجرت مخازن الأسلحة والمدافع ليلا في مديرية الوازعية قبل أن تلوذ بالفرار. ما الذي يعني تحرير الوازعية بالنسبة لتعز؟ وما هي الأهمية العسكرية والجغرافية؟ وماذا تبقى من أراضي تعز لم تحرر حتى اللحظة؟ وهل تنهي هذه المعركة تواجد الميليشيا في الريف الشمالي؟ ثم ماذا بعد التحرير؟ هل سيتم تأمين المناطق المحررة؟ والأهم من كل ذلك، هل سيتم دعم المناطق المحررة على المستوى الإغاثي والإنساني؟ خصوصا أن الحديث لا يخلو من عوائق أمام النازحين، بدءا من الألغام. تقول رسالة وصلت للمساء اليمني إن حرب الميليشيا المؤجلة ضد أبناء الوازعية قد بدأت، وذلك بلغم فردي انفجر بالطفل أديب الصغير علي سالم وأدى إلى بتر ساقه في منطقة الضريفة في الوازعية. غير أن مشاكل أبناء هذه المديرية لم تنتهي عند الألغام، فهناك المنازل المدمرة وشاحة المياه وتحديدا خزان المياه الذي قصفه طيران التحالف. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء حول معركة تحرير الوازعية وما يتطلبه الوضع عقب التحرير عسكريا وإنسانيا وإغاثيا، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فتابعونا. ضربة موجعة تلقتها ميليشيا الحوثي بانتزاع عسكري لمديرية الوازعية غرب تعز. وقد أعلن الجيش الوطني سيطرته الكاملة على مديرية الوازعية أكبر مديريات ريف تعز الغربي، وهما عده عسكريون بمثابة تحول عسكري في معركة الساحل الغربي. هذا الانتصار مكن قوات الجيش الوطني من قطع الامداد بشكل كلي عن ميليشيا الحوثي في موزع وكهبوب. كهبوب الذي يوشك الحوثيون على خسارتها هي منطقة جبلية تطل على باب المندب وتبعد عنه قرابة 35 كيلومترا، وبقاؤها تحت سيطرة الحوثيين يشكل خطرا استراتيجيا على طريق الملاحة الدولية. سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي على مديرية الوازعية لن يقطع الإمداد عن ميليشيا الحوثي وحسب، بل سيمكن قوات الجيش من تأمين مفرق الوازعية والبرح والمخا. غير أن الجهات التي تحيط بالوازعية لا تزال غير مؤمنة كليا، إذ تفيد مصادر عسكرية أن بعض الجيوب الحوثية ما زالت تتمركز في المناطق المحيطة بها، وهما يرفع مخاطر عودة الميليشيا أو وقوع مناطق الوازعية هدفا لقذائفها كما دأبت عليه عقب تحرير أي منطقة منها. الخط الواصل إلى مدينة تعز مرورا بمقبنة ومديرية جبل حبشي وانتهاء بجبهة الضباب غرب المدينة سيكون الآن متاحا للجيش الوطني عقب تحرير الوازعية، فهل ستكون عملية تحريره الخطوة القادمة للجيش الوطني؟ ورغم التحرير إلا أن العوائق لا تزال كثيرة وكبيرة أمام عودة السكان، فتركة الميليشيا من الألغام لا تزال العائق الأكبر أمام السكان النازحين، ناهيك عن معوقات عدة منها الدمار الذي طال المنازل وشحة المياه خصوصا بعد تدمير الخزان المائي من قبل طيران التحالف. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية أمين المشولي رئيس فرع حزب العدالة والبناء في تعز من تعز، وأيضا هناك آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ أمين. مساء النور أستاذ آسيا، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. لو تضعنا في صورة التقدم العسكري الذي تحررت فيه مديرية الوازعية وموزع بالأمس. بداية أشكر هذه القناة الموقرة التي تتطرق دائما إلى القضايا التي تهم المجتمع، سواء كانت في الجانب الإنساني أو الإغاثي أو العسكري أو الأمني وما إلى ذلك. بالنسبة لمديرية الوازعية، اليوم بدأت تقدم القوات العسكرية التي أتت من الساحل الغربي التي انطلقت من جنوب الوطن باتجهت نحو ذباب ثم المخا ثم حررت موزع ثم اتجهت إلى أطراف مديرية مقبنة تحديدا في البرح، عادت لتنطلق جنوبا لتحرير مديرية الوازعية. طبعا بالأمس تم مطاردة بقايا الخلايا التي تمترس الحوثيون بها في الجبال التي تحيط بمديرية الوازعية من جهة كهبوب ومعسكر العمري ومدارس الحرس الجمهوري اللي تعدت سابقا في مديرية ذباب المحادية لمديرية الوازعية. التقدم الحاصل اليوم سيطرة تامة للقوات الجيش الوطني والقوات المقاومة الشعبية التي في هذه الأثناء ما زالت
لها اليد الطولة في المديرية التي تحررت كاملة، والتي اليوم في هذه قبل ساعاتنا الآن يتواصل معي أحد الإخوة يتقائلا أنه بين الفينة والأخرى يقوم الحوثيون المتواجدون في المناطق الغربية من المديرية بالعودة إلى الجهة الشرقية للهروب والفرار من النيران التي تم إصلاء هذه الميليشيات بها باتجاه الكدحة وما إلى ذلك، فبعضهم يتم استسلامه ومن يقاوم يتم السيطرة عليه وأسره. مديرية الوازعية اليوم هناك تقدم ميداني وفرحة عارمة لدى الأهالي الذين في هذه اللحظة يعيشون فرحة لا تقدر بثمن، فرحة العودة من المهجر وهو التهجير القسري الذي حصل لهم في هذه المرحلة التي كان الحوثيون وما زالوا في مناطق الجمهورية اليمنية وتحديدا في محافظة تعز يحاصرون هذه المدينة الفاضلة. نعم، إذا أستاذ أمين، برأيك ما هي الأهمية الاستراتيجية لتحرير هذه المناطق؟ أريد أن أتحدث عن لماذا تم السيطرة من قبل الحوثيين على هذه المديرية. نعم. حينما كان الحوثيون يسيطرون على مضيق باب المندب والملاحة والملاحة البحرية لمحافظة تعز وتحديدا البحر الأحمر من ميدي شمالا إلى باب المندب جنوبا بعد تحرير المناطق الجنوبية من قبل قوات التحالف العربي، استخدمت الميليشيات الحوثية مديرية الوازعية عبارة عن مخزن ترانزيت للأسلحة التي كان يتم تهريبها هربا من الطيران، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول لقربها الجغرافي من الساحل، السبب الثاني أن مديرية الوازعية تمتاز بتضاريس وعرة تستطيع إخفاء أسلحتها التي يتم تهريبها ثم إلى هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يتم تجزئتها إلى مجموعات قليلة يتم تهريبها إلى المناطق الملتهبة التي تحتاج السلاح حينما يهرب. الكهوف الموجودة في مديرية الوازعية وتحديدا في المناطق الغربية من مديرية الوازعية تم استخدامها عبارة عن خزان أو مخازن متعددة متنوعة للأسلحة التي كان يأتي بها الحوثيون من مناطق الساحل، ولكنهم بعد أن تم تحرير مديرية باب المندب ومديرية الذباب فقد هؤلاء السيطرة وأصبحت هذه الأسلحة وبالا عليهم. ولهذا لاحظنا أمس وقبل الأمس وفي هذا اليوم تحديدا أن الحوثيون حينما غادروا قاموا بتفجير هذه المخازن حتى لا تقع غنيمة لقوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي سيطرت على هذه المنطقة. نعم، إذا يعني الشيء الآخر أن مديرية الوازعية هي المحددة، هي منطقة حدودية سابقا في أيام التشطير، هي أيضا محددة لمحافظة لحج وهي خط الدفاع الأول عن المحافظة الجنوبية، ولهذا تمت التحرير من قبل قبائل الصبيحة. مديرية الوازعية اليوم تجسدت فيها الروح الوطنية، الوحدة الوطنية المتكاملة التي تسيطر عليها. ولو أخذنا مثلا قبائل الصبيحة اليوم الذين هم حرروا مديرية الوازعية، لماذا؟ لأن حائط الصد الأول لقبائل الصبيحة ولمحافظة لحج وللجنوب بشكل عام تبدأ من مديرية الوازعية، هذه المديرية التي اقتحمها الحوثيون في اليوم 29 من 9 2015 حينما كان هدفهم الانطلاق إلى الجنوب، لكنه حصل ما حصل من مواجهة مع المقاومة الشعبية التي تشكلت حينها ولذا هؤلاء بالفرار. نعم، إذن يعني القوات التي حررت الوازعية اليوم هل تتبع الجيش الوطني أم يعني هناك يعني لواء العمالقة؟ هل حدثنا عن هذه النقاط، من الذي حرر الوازعية بالضبط؟ مديرية الوازعية تم تحريرها من قبل ألوية العمالقة التي تشكلت في الساحل الغربي وهي من أبناء الجنوب الذين اختلط دمهم بدم أبناء تعز التي لن ينسى تعز وأبنائها هذه الدماء التي سالت من أجل تحرير أجزاء معينة من تعز وتحديدا الساحل الغربي بمديرياته الأربع. هذه الدماء التي سكبها أبناء الجنوب تحديدا وقبائل الصبيحة، أبناء يافع، أبناء ردفان اليوم الذين انطلقوا تحت مسميات عديدة، ألوية العمالقة الثلاثة الأول والثاني والثالث، والذي يتم إدارة هذه الألوية من قبل قيادات الصبيحة تحديدا القائد الشجاع الذي لا ينكر دوره أحد حمدي شكري، يأتي بعده مراد جوبح المشولي، ثم يأتي بعد ذلك
بعد ذلك عبد الرحمن اللحقي وألوية أخرى. هذه الألوية التي تم تشكيلها لا لشيء إلا لتحرير تعز التي يكن لها هؤلاء الناس كل حب، ولو كانوا لا يحبون هذه المناطق ولا يحبون تعز ما سكب هؤلاء الناس من قبائل الصبيحة والجنوب تحديدا دمهم من أجل تحرير هذه المناطق التي نكن لهم فيها كل حب وكل خير، ولا ننسى هذا الجميل كأبناء تعز تحديدا. والوازعية جزء أصيل من تعز وإن كانت امتدادا ديموغرافيا لقبائل الصبيحة، والتي يعتبر أبناء الوازعية ديموغرافيا صبيحة وجغرافيا وإداريا تابعون لتعز. نعم، إذا ما مدى تأمين هذه المناطق التي تحررت أستاذ أمين؟ يعني هل تم تعزيزها من قبل الجيش؟ هل هي مؤمنة تماما من عدم عودة الميليشيا؟ المناطق التي تم تحريرها في مديرية الوازعية وبالساحل الغربي تحديدا، لو تحدثت عن مديرية الوازعية تم تحريرها في السابق في العام قبل الماضي، ولكن حدثت هنالك أخطاء اضطر مما سهل دخول الحوثيين بعدها. اليوم تمتلك المقاومة الشعبية والألوية التي تتواجد في مديرية الوازعية الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأشياء التي قد تظهر لاحقا. اليوم المقاومة الجنوبية وألوية العمالقة الثلاثة الذين يتواجدون الآن في مديرية الوازعية هم يعرفون كيف يتعاملون مع كل طارئ مهما كان، لأن لديهم الخبرة التي تراكمت يوما بعد يوم، لا سيما وأن معظم هؤلاء الأبطال كانوا يتمترسون أو دائما يتواجدون في جنوب مديرية الوازعية، وهي المناطق التي تحاذي محافظة لحق والحدود الجغرافية للصبيحة. هذه الأشياء التي قد تظهر لاحقا يستطيع أبناء العمالقة بألويتهم الثلاثة وبأبطال مديرية الوازعية وأبطال يافع والضالع الذين سقوا بدمائهم هذه المديرية وهذه المنطقة الساحلية لتعز لا لشيء إلا لكي يتنفس أبناء تعز من رئة جديدة، هذه الرئة التي سينطلق نحوها الناس وإلى المخا تحديدا ليتنفس بعد أن تنفسوا في الضباب. اليوم كل أبناء تعز يتحدثون أنهم ذاهبون في عيدهم إلى المخا لا لشيء إلا لأن إخوانهم في الجنوب في جنوب الوطن وتحديدا في الألوية التي سقط بدمائها مديرية الوازعية يري من أجل أن يتنفس هؤلاء. نحن نكن لهم كل شكر وتقدير. نعم، إذا أستاذ أمين اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ أحمد سعيد الناشط في المجال الإنساني والإغاثي من الوازعية. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا مساء النور، حياكم الله. أهلا بك أستاذ أحمد، أنت من أبناء الوازعية، كنت مهاجر منذ 3 سنوات، اليوم عدت إلى بيتك، حدثنا عن مشاعرك بعد أن وجدت، يعني ما الذي وجدته في قريتك بعد هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نحن مهاجرين من 3 سنوات ونحن عائدون اليوم، نتفاجأ بأن مديريتنا وللأسف الشديد أنها مدمرة إذا صح التعبير، كلها مدمرة، يعني البنية التحتية إذا نظرنا إلى الطرقات كل الجسور مفجرة ولا نستطيع أن نمر فيها إلا بحذر شديد من الصعوبة والتفجير ومن الألغام المحيطة بهذه الطرقات. إذا نظرنا إلى مشاريع البناء فإنها كلها محطمة، والعائدون إلى بيوتهم الآن لا يجدون ما يشربون لأن كل المشاريع حطمت من أو دمرت من الحرب. أيضا إذا نظرنا إلى الجانب التعليمي فكل المدارس، وعندنا صور للمدارس محطمة بعضها إلى الأساس والبعض مش الأولى والبعض يعني حاجة مزرية للغاية. أيضا حينما يتجه العائدون إلى بيوتهم وجدوا أيضا أن بيوتهم مدمر أيضا إلى الأساس، وبعضهم وجدوا بيوتهم قد قلعت منها الشبابيك والأبواب ونهب الأساس، و يعني أننا نعيش نكبة حقيقية، لكن الناس والعالم غافل عن هذه المدينة. ليس لنا صوت نبلغه إلا عبر قناتكم هذه الصدوق. يعني ندعو الحكومة، ندعو التحالف، ندعو القائمين على أمر هذه البلاد أن ينقذوا هذه المديرة من نكبة حقيقية. الآن الناجحون خارج المديرة أكبر هم لا يستطيع أن يعيد إلى بيته إلا بعفشه، وليس له أثاث، وليس له غذاء، وليس له
المديريه يعتمدوا اساسا على المرتبات. استاذ احمد اسمح لي قبل ان توجه رسالتك للحكومه، دعنا فقط يعني اسالك قبل ذلك يعني وساترك لك المجال لتوجيه يعني رسالتك. اود ان تحدثنا يعني عن الالغام، انت تحدثت انها احدى المشاكل التي تحيط بالمنطقه، يعني وصلتنا معلومه ان هناك طفل بترت ساقه بسبب لغم انفجر به. أختي العزيزة، هذا طفل مثل أمس، لكن قد ذكرت يعني شيطان عديدة قبل هذه الحادثة. كل المديرية ملغومة يعني بشكل فظيع. يعني أعتقد الآن أحد كنا العصر أنا وأحد المواطنين العائد راح إلى بيته ووجد أن البيت حقه مشبوك، كله وايرات، كله ألغام، كله رجع، اضطر أنه يهرب يبلغ المقاومه على السي جي وفرق الهندسه. فالان المنطقه غير صالحه للسكن، خاصه الاطراف الذي هي مشبوكه بالغام وكذا. ف يعني معرضه للخطر. هذه الحرب مثل ما قال حرب مؤجله. هل الان بدات الحرب، انتهت الحرب الاولى، نبدا الحرب الثانيه وهي حوادث والغام وتفجيرات والعياذ بالله. لكن يعني نوجه او نناشد او يعني الجهات المختصه، الناس بتعرف، الناس الحكومه، نناشد اهل الخير، المؤسسه الخيريه، ان ينقذوا هذه المدينه في شتى المجالات الغذائيه والمائيه وايضا البنيه التحتيه من طرقات وتصفيه الالغام، كلها متشعبه. ف هذا نعم استاذ احمد، يعني هل وجدتم من يعني سارع يعني تقديم المعونات لهذه المدينه المدمره كليا كما تحدث؟ يعني هل هناك قوات حكوميه مدنيه تعمل على تطبيع الاوضاع في المديريه المحرره؟ بالنسبه للمقاومه يعني حقيقه سيطروا على الوضع. بالنسبه للوضع الامني الحمد لله مسيطرين على الوضع الامني، لكن ما فيش يعني حاجه ملموسه بالنسبه تقدم للمواطن، بالنسبه يعني جانب الغذاء، جانب الماء، جانب هذا لم يصل، وهو الذي نطالب به الجهات المختصه. نعم، اذا يعني حين عودت كم عدد العائدين الى منازلهم استاذ احمد؟ يعني هل عاد الجميع؟ هل يعني اليوم، لا اليوم يعني زيارة استكشافية، البعض يعود إلى منزله فلم يجد معه منزل، البعض يعود إلى منزله فلم يكن صالح للعيش، البعض يعود إلى منزله وهو مشبوك ألغام، البعض. فهذه الزيارة كانت بعضهم رجع والبعض زيارة استكشافية، خاصة المناطق اللي كانت فيها تماس وألغام. لكن البعض رجع، والذي رجع مقطوع عليها الماء، لا يستطيع أن يعيش بدون ماء. فرجعت أسر يعني محدودة، الا ان معظم ابناء المديريه ما زالوا عالقين في اجزاء من محافظه تعز وايضا في محافظه عدن ولحق ومحافظه الجمهوريه، مشتتين ما زالوا في الشتات يعني. نعم، اذا شكرا جزيلا لك احمد سعيد الناشط في المجال الانساني والاغاثي، كنت معنا عبر الهاتف من الوازعيه. اعود اليك استاذ امين. استاذ امين، يعني لو تحدثنا عن مساله الالغام كما تحدث واستمعت الي معنا لحديث الاستاذ احمد ويتحدث عن كثير من المعوقات التي تواجه المديريه المحرره، ربما ابرزها الالغام، حيث انفجر لغم بالامس بطفل بترت على اثره ساقه. يعني هذه هي عوائد الحوثيين، كلما انسحبوا من منطقة زرعوها بالألغام. كيف يعني إلى الآن لم يتم تمشيط المنطقة من الألغام وسمح للأهالي بالعودة قبل أن يتم إعلان المنطقة أنها خالية تماما من الألغام، كيف تفسر ذلك؟ أستاذتي العزيزة، قضية الألغام هي قضية موجودة وهي الموت الأجل الذي ينتظر الناس في أسواقهم وفي محلاتهم، بل في بيوتهم، بل في مزارعهم كما انفجرت الألغام سابقا. اليوم حينما عاد الناس، وأريد أن أعقب على الأخ بالطرف الآخر، أن الناس حينما عادوا اليوم عادوا لا للعودة. ولو عدنا قليلا إلى العام الماضي،
حينما سيطرت الميليشيات ب 2016 عملوا نداء للمواطنين وسكان هذه المديرة للعودة، فحينما عادوا حصلت المجزرة المشهورة التي كان ضحيتها 11 شهيدا من أسرتين أو ثلاث. الألغام اليوم التي تم زراعتها في كل الأماكن في مديرية الوازعية هي ما تؤرق الجميع. الألغام موجودة ليست في الوازعية فقط، وإن كان هو محور حديثنا، لكنها موجودة في موزع، موجودة في المخا. بالأسبوع الماضي كنت في زيارة لمديرية المخا، ذهبت مع أحد الذين يعملون في نزع الألغام إلى إحدى المزارع، فحدثني بالحرف الواحد وأراني مزرعة، قال لي لقد أخرجت من هذه المزرعة 180 لغمان. هذه الألغام اليوم هي الموت الآجل الذي ينتظر الناس، ينتظر الأطفال، ينتظر الشيوخ، ينتظر النساء. اليوم المواطن العادي وسكان مديرية الوازعية حينما يهمون بالعودة إلى الوازعية هم فرحون للعودة، لكنهم حينما يتذكرون هذا الموت الآجل وهذا القلق الذي يمزقهم من الداخل، هم سيفكرون قبل العودة ألف تفكير وتفكير. من هذا المنطلق أختي العزيزة أدعو المنظمات الخاصة بنزع الألغام إلى قوات الجنوبية الموجودة في مديرية الوازعية وفي الساحل تحديدا، كما نزعتم الألغام من مديرية المخا ومن بعضها لا أقول كلها، أدعوهم جميعا للتوجه، وهو نداء استغاثة اليوم يستغيثون به أبناء المديرية لي ويحدثوني. والآن أتلقى بعض الرسائل من المواطنين يقولون لي عليك بإرسال نداء استغاثة لإنقاذنا من الألغام التي توجد في كل منطقة. نعم، على من تقع المسؤولية؟ يعني أستاذ لما لا يتم الإعلان للأهالي ألا تعودوا إلى منازلكم حتى يتم تمشيط المنطقة؟ يعني تحرر المنطقة وتترك للأهالي هكذا بكل بساطة، أليس هذا جزء من التدابير الأمنية التي يفترض أن يقوم بها الجيش الوطني والمقاومة؟ أعتقد جازما أن الجيش الوطني والقوات قوات ألوية العمالقة الموجودة في مديرية الوازعية لن تغفل هذا الجانب، بل ستوليه أولوية قصوى. لماذا؟ لأن بالأمس القريب القائد عبد الحكيم سالم خرج بسيارته، أخذ سائقه سيارة وذهب إلى البيت، وحينما وصل إلى باب البيت انفجر لغما بهذا الطاقم. هذا يثبت أن كل المنازل التي الحمد لله على سلامة الأرواح، حينها لم يموت أحد لكنه جرح هذا السائق. هذه الألغام، هذه الرسالة التي انفجر بها اللغم ستعطي رسالة قوية جدا إلى قيادة المقاومة الشعبية وألوية العمالقة المتواجدة بالوازعية أن تولي هذا الباب أهمية قصوى، ولا أظنهم غافلون عن هذا. لماذا؟ لأنهم يعانون كثيرا، وربما معظم الآليات العسكرية أو آليات المواطنين اليوم تتساقط بفعل الألغام التي زرعها هؤلاء الناس. اليوم المواطنون لا يريدون حديثا عبر الإعلام أو لإرسال ملصقات في المحلات المتواجدة في أسواقهم أو في محلاتهم أو في بيوتهم أو في مدارسهم، لكنهم يريدون فريقا لنزع الألغام لكي ينطلق الناس إلى منازلهم. أختي العزيزة لو عدت إلى 2005 قامت المنطقة الرابعة بعدن بإرسال فريق للألغام، واحتفلنا في شهر 10 أظن 2005 بتحرير جبل السدرة الكل يعرفه في الوازعية، وتم نزع الألغام منه. وحينها عمل أبناء الوازعية حفلا كبيرا حضره قائد المنطقة الرابعة وبعض الإخوة المتواجدين من القيادة العسكرية في المديرية. الألغام نحن نعاني منها منذ السبعينات، لكن هؤلاء الناس عادوا لنا وسيعاني أبناءنا وأحفادنا عشرات السنين بعدها إن لم تأتي ألوية العمالقة بالأجهزة الخاصة، وأظنهم قد أتوا بها وبدأوا للتحرك لنزع هذه الألغام في شتى المناطق. وإن كان الآن عملية نزع الألغام محدودة، ولو أردت أن أتحدث عن الجانب الإنساني تحديدا، لماذا لا يعود الناس اليوم ورغم أن المديرية تحررت؟ أختي العزيزة ما زال السوق الرئيسي بمركز المديرية لم يعمل في حتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأن الناس يتوجسون من الألغام والمقذوفات والعبوات الناسفة التي اشتهر بها هؤلاء القتلة المجرمون الذين لا يرعون في قتل إنسان أينما كان، سواء كان في مزرعته أو محله أو مدرسته وما إلى ذلك. هذه الألغام اليوم هي العائق الرئيسي وهي القلق الحقيقي لكل مواطن من سكان مديرية الوازعية، وهم يتريثون الآن حتى يقررون العودة، وإن كانوا قرروا في قرارة أنفسهم لكنهم يتأهبون للعودة. وعما قريب إن شاء الله عز وجل ستطلق قوات ألوية العمالقة المتواجدة في مديرية الوازعية نداء للناس لكي يعودوا.
نعم، إذن يعني حدثنا الأستاذ أحمد أيضا عن الوضع الإنساني السيء الذي يعاني منه سكان الوازعية. المياه تقريبا، المشاريع كلها مدمرة، المدارس مدمرة، لا شيء يستطيعون، يعني مقومات الحياة الأساسية غير موجودة. لما لم تتحرك قوافل الإغاثة للمنطقة المنكوبة؟ تحديدا الجانب الإنساني، أكون صريحا معك، هو أسوأ مديرية على مستوى محافظة تعز تتعرض لنكبة إنسانية حقيقية. الكل ربما تابع هذه الأحداث التي حصلت لأبناء مديرية الوازعية. تم التهجير القسري لمعظم سكان المديرية، ولم يتبقى إلا الذين هم في قمم الجبال، ثم بعد ذلك غادرها هؤلاء سكان الجبال لأن الميليشيات الكهنوتية تم التمترس في هذه الجبال. الوضع الإنساني مزري جدا في مديرية الوازعية. لكن أنت تتحدث فينا لماذا لا تأتي المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية إلى المديرية؟ أختي العزيزة، هذه المنظمات من حقها ألا تأتي في هذه اللحظات إلا بعد أن تتأكد من الناحية الأمنية التي ستنطلق من قيادة ألوية العمالقة المتواجدة في مديرية الوازعية. وأظنهم حتما سيأتون، لأنني أعرف أن بعض المنظمات والجمعيات الخيرية الآن تتأهب للعمل في مديرية الوازعية. وحدثني أحد رؤساء الجمعيات الخيرية في تعز أنه يتأهب، فقال لي ما رأيك؟ قلت له بالحرف الواحد أرجو أن تتريث، لأن الأمور لا تزال ليست آمنة من ناحية الألغاء وما إلى ذلك. أختي العزيزة، اليوم المنظمات الإنسانية حري بها أن تتوجه إلى هذه المديرية وعلى السلطة الشرعية والسلطة المحلية بمحافظة تعز أن يكون لمديرية الوازعية والساحل بشكل عام أن تكون الآن يعني الطريق تعد مفتوحة إلى جنوب البلاد، أليس كذلك؟ يعني هناك إمكانية لإدخال المواد الإغاثية، يعني لم تعد المسألة بتلك الصعوبة. حتى هذه اللحظة الطريقة المفتوحة التي تتحدثين عنها هي تأتي من مركز مديرية الشمايتين، وهي وعرة جدا ولا تصلح لنقل المعونات بشكل جماعي إلا بشكل قليل جدا في شاصات وسيارات الدفع الرباعي هذه التي لا تستطيع أن تلبي احتياجات هذه المديرية. اليوم الطريق الوحيد الذي ما زال مفتوحا هو طريق إخوتنا في محافظة لحج الذين فتحوا بيوتهم وأسرهم وأهليهم، بل وضحوا بدمائهم من أجل هذه المديرية ومن أجل تعز كلها ومن أجل مديريات الساحل. ما زال هو الخط وهو الشريان الوحيد الذي نتغذى منه في مديرية الوازعية. أختي العزيزة، اليوم أنا من على قناتكم الموقرة أدعو كافة المنظمات الدولية وأرسلها نداء استغاثة لإغاثة هؤلاء الناس المتواجدون في مديرية الوازعية وفي موزع تحديدا. وأما في مديرية المخا فالإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي هم قدموا الشيء الكثير، وهناك بعض المنظمات التي عملت في هذا المكان لأنه تم تحريرها سابقا. اليوم نداء استغاثة يطلق من مديرية موزع ومديرية الوازعية لكي تهب كل رجال الخير وكل الناس الذين لديهم اليد الطولة في العمل الخيري لإنقاذ هؤلاء الناس من الجوع وما إلى ذلك. اليوم نحن نحتاج، لسنا إلى الغذاء فقط، تحتاج مديرية موزع والوازعية إلى فرق طبية متحركة، تحتاج إلى خيام لإيواء الناس، لأن معظم البيوت التي في الوازعية تحديدا تم تفجيرها وبعضها تم ضربها من طيران التحالف العربي، لأن هؤلاء الكهنوتيون والميليشيات الكهنوتية تم استخدام هذه المنازل مخازن لأسلحتهم وتمترس بها آليتهم العسكرية، مما اضطر إلى قصفها من قبل عن طريق الخطأ وما إلى ذلك، وبعضها تم لأن فيها أسلحة لهؤلاء الميليشيات التي لا ترعوي في أن تقتل، وهدفها هو قتل الناس جميعا. أختي العزيزة، اليوم الوضع الإنساني في مديرية الوازعية وفي الساحل تحديدا وفي موزع يجب علينا جميعا أن نعلنها من على قناتكم الموقرة على جميع المنظمات الدولية العاملة في العمل الإنساني والإغاثي بالتوجه مباشرة إلى هذه المديريات. أجدها فرصة سانحة في هذه اللحظة للحديث ولدعوة المنظمات الحقوقية التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان للنزول الميداني للرصد. ونحن نتمنى أن تصل رسالتك ودعوتك إليهم أستاذ أمين، يعني من خلال برنامجنا نتمنى ذلك. أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك أمين المشولي، رئيس فرع حزب العدالة والبناء في تعز، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بانضمام العقيد حيدر المشولي قائد المقاومة في الوازعية عبر الهاتف من هناك. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الأنوار، أهلا بك معنا، ونود منك أن تضعنا في صورة الانتصارات التي تم تحقيقها في الوازعية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أمس تحركت القوات التي تقدمت على زملاء إيران. تحرك اللواء السادس عمالقة وكتيبة من اللواء الثاني عمالقة. قائد اللواء الثالث عمالقة مراد جوة وقائد الكتيبة من اللواء الثاني عمالقة ناصر قاسم. ثالثها كذلك كتيبة جائز سريع أبناء الوازعية من الجيش الوطني التابعين لتشكيل اللواء 17 مشاة في سعيد. وقد تقدمت هذه القوات، كان يمكن أن تتصحر الوازعية إلى على معسكر خالد بن الوليد والسيطرة عليه، لكن تأخر الوقت وكان في أن تقدمت القوات. نعم. صار في الفيديو. نعم سيدة العقيد، يعني ما هي المناطق التي تبقت يعني أو التي ما زال الحوثيون يسيطرون عليها حتى الآن؟ لا يوجد أي موقع ولا أي منطقة الآن في الوازعية يسيطر على الحوثيين. الحوثيين من بقي له حول الطويل هرب ليلا وغادر الوازعية تحت جرح الظلام، وبقيت جيوب التي قد من تهجوم وتصدى لها الجيش الوطني والمقاومه عندما وصلوا الى اطراف المديريه. بعضهم قتلى اسرى هربوا في الجبال. تلقتهم المقاومه اليوم هذا وقتل منهم اكثر من 15. نعم. إذا ما مدى سيادة العقيد، يعني ما مدى تأمين المنطقة من مخاوف عودة الحوثيين إلى هذه المديرية التي تم تحريرها؟ الآن المديرية تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالكامل. نعم. ولا يمكن بعد اليوم أن يعود الحوثيون إلى الوازعية، وقد حصل لهم ذلك اعتقد لم يمر عليهم في اعمارهم. تركوا كل ما كانوا يشتركونه في المديريه، تركوا السبارات وتركوا المدافع وتركوا الاسلحه المتوسطه 23 14.5 12.7 البوازيك الاسلحه الخفيفه المتنوعه ثقيله ومتوسطه وخفيفه اكثر من 10 اطقم تركوها. نعم، يعني هل ستؤمنون المنطقه بما يتوجب ذلك؟ يعني خاصه يعني وهناك يعني مخاوف من عودتهم تحدث هذه الاشياء في المعارك العسكريه وانتم يعني اكثر درايه. بعد الان لا اعتقد ان الحوثيون يعودون، واذا واليوم انا ابناء الوازعيه من الكساد ومن النزوح ومن التعب ومن الجوع ومن يعني التنقل تحت الاشجار خير لهم ان يموتوا او يعود الحوثيين الى الوازعيه. بعد اليوم لا يمكن ان الحوثيين ان يدخلوا الوازعيه اخواتا. نعم. وهي تحت السيطره والتامين الان.
نعم، إذا شكرا. من حدود الشمائتين شرقا إلى حدود ذباب غربا إلى حدود المضارب جنوبا إلى نعم، إذا شكرا جزيلا لك. نعم أعتذر منك سيادة العقيد، يعني الصوت ليس جيدا بما فيه الكفاية، شكرا جزيلا لك. العقيد حيدر المشولي قائد مقاومة الوازعية كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين جميعا. نعم سيادة العقيد، نود منك أن تضعنا في صورة الخارطة العسكرية، يعني تم تحرير الوازعية، ما الذي تبقى مع أو تحت سيطرة الحوثيين إن تكرمت؟ الحقيقة الوازعية تعتبر مديرية محررة بالكامل، هناك جيوب بسيطة يعني تعتبر في حكم القوى الميتة عسكريا، بمعنى أنها لا تستطيع فعل أو عمل أي القيام بأي مهام عسكرية، وهذه الجيوب يعني موجودة في منطقتين تقريبا في الأحيوق والرحبة، لكن بقية المناطق الوازعية ومركز المديرية ومحررة بالكامل، وبالتالي نستطيع أن نقول بملء الفم أن الوازعية محررة ومؤمنة، ويعني حتى حدود المديرية مع مديرية الشمائتين تم تحريرها من قبل الجيش الوطني، أبطال اللواء 17 مشاة واللواء 4 مشاة جبلي في محور تعز قاموا بالتقدم وتحرير حدود مديرية الشمائتين مع مديرية الوازعية في منطقة الدمدم وراسن والعلقمة وجرداب وبني عمر وجبل الضعيف وقرم الشام، وبالتالي وخط الوازعية الواصل مع البارح مؤمن، وبالتالي نستطيع القول أن الوازعية من جميع الجهات وبمركزها ومعظم عزلها ومناطقها هي محررة بالكامل ومؤمنة بالكامل، وهي وقد عاد كثير من أبناء الوازعية بدأوا العودة تدريجيا من النازحين والمهجرين قسريا، بدأوا العودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم، وهناك يعني مشكلة بسيطة في قضية الألغام، ولأن الميليشيات الانقلابية قامت بزراعة ألغام يعني طريقة عشوائية وبدون خرائط أو أماكن محددة، وستبقى هذه هي المعركة المؤجلة، وإن شاء الله بإذن الله يتم التغلب عليها وإيجاد فرق هندسية لنزع هذه الألغام. نعم، إذا سيادة العقيد، يعني نتابع الأخبار الآن أن هناك تحرير بعض المناطق باتجاه الحديدة، يعني حدثنا عن سير المعركة الآن. بالنسبة للمعركة باتجاه ميناء الحديدة هي تسير باتجاه المجهود الرئيس والمعركة الرئيس، وهي تحرير ميناء الحديدة. هناك تقدم للجيش وبدعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي من اتجاهين، الاتجاه الأول هو اتجاه من الشمال باتجاه الجنوب، حيث تقدمت قوات الجيش وطهرت مديرية ميلدي وطهرت أجزاء واسعة من مديرية حيران وأيضا الأجزاء الساحلية لأجزاء الساحلية في محافظة حجة باتجاه الجنوب باتجاه الصليف وباتجاه ميناء الحديدة، وهناك أيضا قوات تتقدم الآن من الجنوب باتجاه الشمال، أيضا تتقدم من الخوخة وحيس وشريط الساحلي باتجاه تحيتة وحيمة تحيتة، وأيضا باتجاه الجراحم. هذه القوات أيضا الهدف الرئيسي لها الوصول إلى الحديدة وميناء الحديدة. حقيقة القوات تقدم يعني تضحيات كبيرة وتتقدم بسرعة كبيرة. اليوم تم تحرير ميناء تحيتة، ميناء حيمة تحيتة، وهو ميناء عسكري وكانت تستخدمه الميليشيات للأغراض العسكرية، وتم تأمين هذا الميناء، والتقدم أيضا باتجاه تطهير بقية مديرية التحيتة باتجاه زبيد،
وايضا هناك تم تطهير اجزاء من شرق او غرب مديريه حيش باتجاه الجراحي، واستغفر الله باذن الله ان الايام القادمه تبشر بكل خير. هذه الميليشيات انا اعتقد انها تعيش اللحظات الاخيره والانفاس الاخيره، وخصوصا اذا ما تم قطع الشريان الذي يمدها بالحياه والمتمثل بميناء الحديده. نعم، إذن يعني هناك من يتساءل سيادة العقيد يعني بالقول أن قوات طارق تقول أنها حررت العديد من المناطق غرب تعز، معسكر العمري قرب باب المندب، مع أنه تحرير هذه المناطق تم الإعلان عن قبل سنة تقريبا، ما الذي يحدث بالضبط؟ هل وضحت لنا؟ كما ذكرت القوات المشاركة في تحرير هذه المناطق هي قوات في اغلبها تتبع الجيش الوطني وتتبع المنطقه العسكريه الرابعه مركزيا، وايضا هناك من المقاومه الجنوبيه ومن المقاومه التهاميه ومن ابناء المناطق نفسها الذين كانوا يقاتلون في جبهات اخرى وعادوا الى مناطقهم، وهم اكثر خبره بطبيعه الارض لانهم اصحابها الحقيقيين، من أبناء الصبيحة ومن أبناء الوازعية ومن أبناء الخوخة ومن أبناء حيس وموجع وغيرها من المديريات. هؤلاء يشاركون بكفاءة وفاعلية مع وجود أيضا قوات أخرى. نعم، إذن يعني هذه القوات الأخرى التي تتحدث عنها وتحدث أن القوات التي حررت المناطق هي معظمها من الجيش الوطني، المتبقي من أين بالضبط؟ يعني لو أخرجنا المقاومة التي ربما لم تلتحق بعد بالجيش، ولكن هذه القوات المتبقية ألا تخشون من يعني منشنتها مستقبلا طالما وهي ليست منضمة بالكامل مع الجيش الوطني؟ نحن بحقيقة في تعز لا توجد يعني هذه القوات، كان هناك ترابط ضعيف لها، لكن تم نقلها إلى معسكر أبو موسى الأشعري الخوخة باتجاه الساحل الغربي باتجاه الحديدة، لكن نحن نرحب بأي قوات يعني تقاتل الميليشيات الانقلابية وتقاتل العدو تحت مظلة الشرعية وتحت مظلة الدولة في هذا الإطار، الإطار الرسمي والمؤسسة الرسمية للدولة والشرعية، مرحب بأي قوات. نعم، إذن يعني هل لديكم خطط مستقبلية لإنجاز مناطق ليتم تحريرها أكثر سيادة العقيد؟ يعني ما هي خططكم العسكرية؟ أعلم أن يعني لا يحق لي سؤال ولا يعني يجوز الإفصاح عن الخطط العسكرية، ولكن يعني هل ستستمر هذه التحركات؟ نعم، القضية اليمن كلها في معركة من يوم الانقلاب وحتى يتم دحر هذا الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسسات الدولة الشرعية بدعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية، وهذه المعارك أنا باعتقادي أنها ستستمر باتجاهين، الاتجاه الأول كما ذكرت لك باتجاه تحرير ميناء الحديدة، وهذا هدف استراتيجي للشرعية والأشقاء في التحالف العربي، لأن الميليشيات الانقلابية تستغل هذا الميناء استغلالا سيئا وتستخدمه للأغراض العسكرية والحربية، وأيضا تقوم بالتكسب الغير مشروع وبيع الإغاثات واستغلال معاناة المواطنين وفتح الأسواق السوداء و غيرها من الممارسات وفرض المجهود الحربي وغيره، وبالتالي والتلاعب بالمشتقات كما هو حاصل الآن، يتم حجز عدد كبير من المشتقات النفطية ليتلاعبوا بأسعارها وليبيعوها في الأسواق السوداء، فالميليشيات تستغل هذا الميناء استغلالا سيئا، ولا بد من عودة هذا الميناء إلى الدولة وعودته إلى الشرعية. ايضا الاتجاه الاخر الذي اتوقعه ان تتجه هذه القوات ايضا بتطهير الغرب التعزي بشكل كامل وتام، لانه تبقى هناك قرى في حدود جبل الحبشي باتجاه الربيعي والرماده، وايضا تبقى اجزاء من مديريه مخبنه
في هجدة والكمب والبرح، وبالتالي أعتقد أن هذه سيتم تطهير هذا الجزء الغربي لتعز لكسر الحصار عن تعز من الناحية الغربية وفتح منفذ لها إلى البحر إلى ميناء المقهى. نعم نتمنى ذلك ونسأل الله لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك العقيد عبد الوسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.